نعم، تهاني الإجراءات الإسرائيلية على حالها في الضفة الغربية لاقتحامات التوغلات داخل المدن، عمليات الاعتقال المتواصلة وحتى المواجهات الخفيفة التي كانت عادة ما تقتصر على إطلاق الجنود الإسرائيليين لرصاص المطاطي والقنابل الغازية، أصبحوا يستخدموا الذخيرة الحية بشكل كثيف، وربما هذا الذي أودى بحياة شابين فلسطينيين يوم أمس في بلدة يعبد جنوب جنين. مواجهات عادية انقلبت فورا إلى استخدام من الجنود الإسرائيليين للذخيرة الحية لقمع الشبان والفتية الفلسطينيين. اليوم هناك أيضا توغل إسرائيلي واقتحام لقرية المغير لليوم الثاني على التوالي، بذريعة أن أطفال في هذه القرية يقومون بإضاءة أشعة الليزر أو أضواء الليزر باتجاه مركبات المستوطنين التي تمر في محاذاة الطريق. بعض النشاطات أيضا الاستيطانية المكثفة الموجودة في منطقة أغوار نهر الأردن شرقي الضفة الغربية، عمليات هدم مستمرة لبعض البيوت الخاصة بالبدو أو بعض البراكيات الخاصة بالمزارعين الفلسطينيين، إضافة لعمليات الاعتقال. هذه الليلة كان هناك 18 عملية اعتقال حتى الآن، يعني ومنذ 7 أكتوبر اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 12,000 فلسطيني، عملية اعتقال نفذتها القوات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت حتى يومنا الحالي. شكرا لك على كل هذا الإيجاز من رام الله، مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان.